لو أن شخصا لبس خفين بعدما توضأ فله حتى على المذهب كما سبق له أن يمسح على الأعلى، فلما مسح على الأعلى بعد حدث أراد أن يخلع هذا الأعلى لحرارة الجو أو لغرض آخر، فهل له أن يمسح على الخف الأسفل أم أنه لا يمسح؟ اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يمسح، وذلك لأن الخف الذي وقع عليه المسح قد زال فيزول معه المسح. القول الثاني أنه يجوز المسح، ولا دليل على ما ذكره أصحاب القول الأول، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق حكم المسح على حالة ستر القدم، وهذا الخف وهو الأسفل قد لبس على طهارة. وقولكم هذا يناقض قولكم في مسألة أخرى أبحتموها، وهي لو أن شخصا لبس خفا مبطنا، يعني خف له طبقتان، فتخرق الأعلى وتشقق فيجوز المسح عندهم، فلماذا هذا التفريق مع أن المسح وقع على طبقة قد زالت أو زال بعضها أو معظمها، وأنتم لا ترون المسح على الخف المخرق أو المشقق؟